أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار عليه السلام الامام المهدي هذا الباب خصه الكليني رضوان الله تعالى عليه على بالنصوص التي وردت في امامه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالخصوص وقد ذكرنا فيما مضى ان دليل إمامة الأئمة عليهم السلام من أهل البيت هو كدليل نبوة الأنبياء، منها المعجزات التي ظهرت على أيديهم، ومنها نص رسول الله صلى الله عليه واله بأسمائهم بالخصوص أو بأوصافهم التي لا تنطبق على غيرهم وكذلك نصوص الائمه السابقين بالنسبه الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الادله على امامته وعلى وجوده مختلفه منها ادله نقليه عقليه ومنها ادله نقليه اما الادله النقليه العقليه يعني بعض مقدماتها عقلية وبعضها نقلية، فالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قال الأئمة من بعد اثنا عشر كلهم من قريش، وفي بعض الروايات كلهم من بني هاشم، وفي بعض الروايات ما معناه أن هذا الدين قائم لا يزال هذا الدين قائما حتى. اثني عشر إماما، فإذا هذا الحديث ثابت لتواتره روته العامة والخاصة، هذا المقدار المقدار النقلي، وأما المقدمة العقلية ان هذا الكلام لا ينطبق الا على الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام الذي اولهم امير المؤمنين علي عليه السلام واخرهم المهدي لماذا لانه جميع الفرق الاسلاميه الاخرى ليس ضمن عقيدتها اثنا عشر اماما وهذا لا ينطبق على بني أمية أولا لفسقهم وظلمهم وثانيا كانوا ثلاثة عشر ولا ينطبق على بني العباس أيضا لظلمهم ولأنه نيف وثلاثون سلطانا من سلاطين بني العباس ولا ينطبق على أي سلسلة ومجموعة أخرى إلا الأئمة من أهل البيت، فإذا واحد ينفي إمامة الأئمة من أهل البيت، أو ينفي وجود الإمام المهدي، وينفي إمامته، فمعنى ذلك أن كلام الرسول صلى الله عليه واله، والعياذ بالله، لم يكن صحيحا، لأنه قال الأئمة من بعد اثنا عشر، أنه لا تقوم القيامة حتى يكون اثنا عشر إماما، هذا ليس له مصداق. فمصداقه الوحيد الذي يصدق هذا الحديث هم الائمه الذي اولهم علي بن ابي طالب امير المؤمن واخرهم الامام المهدي الحجه ابن الحسن العسكري. هذا من الادله العامه، وهناك ادله خاصه ايضا الرسول ذكرهم واحدا واحدا بالاسم وقد مضى ذلك في بعض الأبواب السابقة، وأيضا هناك نصوص عن الإمام العسكري أو غير الإمام العسكري حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني الإمام السابق الذي ثبتت إمامته بالأدلة هو الذي نص على الإمام اللاحق، فهنا بعض الروايات المتواترة التي دلت على ذلك نصوص الامام العسكري او غير الامام العسكري على الامام المهدي، الحديث الاول عن محمد بن علي بن بلال قال: خرج الي من ابي محمد يعني الامام الحسن العسكري قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده، ثم خرج الي من قبل مضيه بثلاثة ايام يخبرني. بالخلف من بعده. الله سبحانه وتعالى شاء حفظ أوليائه، وأراد أن تمضي مقاديره كما شاء. مثلا حينما فرعون رأى رؤيا وعبرها له المعبرون بأنه سيولد له سيولد في ملكه من بني اسرائيل من سيقضي على ملكه، ففرعون امر بتفريق رجال بني اسرائيل عن نسائهم، وامر بقتل كل مولود ذكر يولد، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم لكن الله سبحانه وتعالى مشيئته غالبة على كل مشيئة فلذلك انعقدت نطفة موسى عليه السلام وأمه حامل كانت لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن لا يظهر حملها لأحد فلما ولدت موسى الله سبحانه وتعالى شاء حفظ موسى في بيت فرعون واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليام وبالفعل جعلته في صندوق و القت هذا الصندوق في النهر إلى أن جرى النهر وصل إلى قصر فرعون، الله سبحانه وتعالى كتم خبر حمل موسى، وحينما ولد أراد حفظه في بيت فرعون، لذا عندما رجع موسى نبيا رسولا الى فرعون ماذا قال له قال له فرعون هكذا الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين بالنسبه الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ايضا كذلك ايضا نمرود راى رؤيا فعبرت له بانه سيولد من يزيل ملكك؟ الله سبحانه وتعالى خلق ابراهيم فذهبت امه الى كهف الى مغاره وولدته هناك ووضعته هناك فكانت تذهب خلسة ترضعه في تلك المغاره الى ان شاب كذلك بالنسبه الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لانه كان حديث الرسول مشتهر بين الناس ان الائمه اثنا عشر، وكان الشيعه يقولون بان ابن الامام الحسن العسكري هو المهدي الذي يملك الارض، فيملاها قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا، فكان سلاطين بني العباس يخافون من ذلك وكانوا قد قصدوا قتل الامام المهدي اذا ولد فالله سبحانه وتعالى اخفى مولده امه حملت به من دون ان يظهر اثار الحمل فلما وضعته ايضا وضعته خفيه لكن الله سبحانه وتعالى يتم حجته في زمان الامام العسكري الامام اراه لبعض الخواص الخواص وايضا ذكر للخواص ولغير الخواص بان الله سبحانه وتعالى سيرزقه واحيانا للخواص ذكر ان الله سبحانه وتعالى قد رزقه مولودا ولذلك لما استشهد الامام العسكري الصوم وعمره ثمانية وعشرون سنة لذلك جاءوا وفتشوا بيت الإمام العسكري بحثا عن الولد وحبسوا في بعض غرف الدار بعض جواريه حتى يتبين الحمل أو عدم الحمل ليش؟ لأنه كانوا يخشون من هذا الوليد لكن الله سبحانه وتعالى إرادته نافذة قضاؤه ماضي، فمضت مقادير الله سبحانه وتعالى، ويد الله فوق أيديهم. طبعا الإمام المهدي رؤيته نقسمها إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في زمان الإمام الحسن العسكري. في هذا الزمان هناك روايات متواتره ان الامام قد اراه لبعض خلص اصحابه الفتره الثانيه فتره الغيبه الصغرى الذي بدات باستشهاد الامام الحسن العسكري وتبوء الامام المهدي الامامه والنطق بها الى سنه 329 يعني استشهاد الامام الحسن العسري كان سنة وستة 266 للهجرة. فالغيبة الصغرى استمرت إلى 200 إلى 329. فكان للإمام نواب خاصون وهم عثمان بن سعيد العمري كان بابا للإمام الجواد. والهادي والعسكري وبعد ذلك الامام المهدي وابنه محمد ابن عثمان ابن سعيد وبعده الحسين ابن روح النوبختي وبعده علي ابن محمد السمري في هذه الفتره في فتره الغيبه الصغرى كان هؤلاء الأربعة وهم من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أبواب للإمام المهدي، يعني الشيعة، عبر هؤلاء كانوا يتصلون بالإمام المهدي، يرسلون رسائلهم، ويسألون أسئلتهم، فيأتيهم الجواب. الفترة الثالثة، فترة الغيبة الكبرى، وهي بدأت بوفاة علي. ابن محمد السمري في سنة 329 حيث لم يعين الإمام وكيلاً خاصاً له، لم يعين سفيراً خاصاً له، وإنما أحال الناس إلى الفقهاء الجامعين للشرائط، فهم نواب الإمام المهدي بالنيابة العامة. إذا تريد تعرف مسائلك الدينية أحكامك الشرعية تراجع الفقهاء العدول الجامعون للشرائط في الفترة الأولى ذكرنا الخواص رأوا الإمام المهدي في الفترة الثانية التي هي فترة الغيبة الصغرى الإمام كان غائبا لكن كان يمكن الاتصال به عبر النائب الخاص والبعض قد راوها ايضا من الخواص بل ومن غير الخواص في الصلاة على الامام الحسن العسكري حينما استشهد الامام الحسن العسكري فارادوا اقامة الصلاة ظهر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلى على ابيه ثم بعد ذلك غاب ايضا. وبعض الخواص ايضا قد راوا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعرفوه. هذا في الغيبه الصغرى. واما في الغيبه الكبرى فقد تواتر نقل تشرف بعض الصلحاء برؤيه الامام المهدي، وحينما نذكر رؤيه الامام المهدي نقصد الرؤيه مع المعرفه اما الرؤيه بدون معرفه فلعل الكثير يرون الامام عليه الصلاه والسلام رايح الى الحاج الى العمره الى الزياره يشوف شخص وما يعرفه يرى الامام ولا يعرفه وفي بعض الروايات انه حينما يظهر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيراه الناس فيعرفونه انهم قد شاهدوه في مواقف لكن حينما شاهدوه لم يكونوا قد عرفوا انه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعل كل واحد منا ومنكم قد راى الامام في موقف من المواقف لكنه لم يعرفه، فإنما نقول انه رآه في هذه الفترات الثلاثة بعض الناس، المقصود رآه وعرفه. وهذه سنة من يوسف عليه الصلاة والسلام لأن السنن مجموعة من الأنبياء في المهدي أيضاً عليه السلام الغيبة موسى عليه الصلاة والسلام غاب يوسف غاب هذه فيه في طريقة الولادة بالنسبة إلى موسى وإبراهيم كما ذكرنا في فترة الغيبة يوسف عليه الصلاة والسلام كان في مصر الناس كانوا يرونه لكن لم يكونوا يعلمون بأنه ابن يعقوب حتى إخوة يوسف حينما جاءوا ليشتروا الحنطة الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول فعرفهم وهم له منكرون يوسف عرفهم هم نبيهم هؤلاء حينما ألقوه في ال جوب في البير كانوا كبار الإنسان الكبير لا تتغير ملامحه كثيرا لكن الطفل تتغير ملامحه فهم حينما ألقوا يوسف في البير كان طفلا حينما رأوه بعد مثلا سنوات طوال كان رجلا كبيرا عزيز مصر قد تغيرت ملامح الطفوله لم يعرفوه، بعدين هم ما كانوا يتوقعون الانسان حينما لم يكن يتوقع لا يعرف ايضا، فعرفهم وهم له منكرون، ينكرونه يعني لا يعرفونه لكن هو عرفهم. في المره الثالثه يوسف ذكر لهم كلام احتملوا انه يوسف قالوا اينك أأن... لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا فاذا رؤيه الامام ممكنه بدون معرفه واما رؤيته مع معرفه فقد حدثت وحصلت لبعض الخواص جدا طبعا حتى واحد لا يجي يستغل هذه العقيده لان كثيرا من الناس يستغلون العقائد الصحيحه فيحرفونها او يستفيدون منها في باطلهم الالوهيه عقيده صحيحه الله سبحانه وتعالى هو الاله لكن البعض يحرفون يجعل الاصنام الهه يجعلهم بنات الرب شفعاء للرب فرعون يقول انا ربكم الاعلى النبوة حقيقة، اكو ناس يجون يدعون النبوة كذبا وزورا مثل مسيلمة الكذاب. الإمامة حقيقة، اكو بعض الناس يأتون ويدعون الإمامة كذبا وزورا. وكذلك رؤية الإمام المهدي حق، لكن يمكن واحد يجي يستغل جهل بعض الناس فيدعي أنه قد رأى الإمام. لذلك في زمان الغيبة هناك ضوابط. حتى واحد لا يستغل هذه الحقيقة من الضوابط أنه الأحكام الشرعية تأخذها من الفقهاء الذين أخذوا تلك الأحكام عن الروايات الواردة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام فد واحد يجي يدعي أنه أنا شفت الإمام المهدي فالإمام المهدي قال فلان شيء واجب فلان شيء حرام يغير ما ذكره آباؤه هذا يتبين أنه كذاب أشر أو يجي ينقل مثلا رسالة تبين تكليف الناس خلاف التكليف الذي ورد في القرآن أو الذي ورد في روايات الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام فهذا الإنسان كذاب أشر يريد يستغل هذه الفكرة على كل حال بالنسبة إلى الروايات هؤلاء الذين رأوا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، في هذا الباب الذي ذكره الكليني كلهم إما قد رأوه في زمان الإمام الحسن العسكري بشكل خاص، أو رأوه في زمان الغيبة الصغرى، لماذا؟ لأن الكليني توفي في الغيبة الصغرى، يعني سنة وفاة علي بن محمد السمري. سنة 329، ومن ذلك الوقت بدأت الغيبة الكبرى، بدأت الغيبة الكبرى، وفي السنة نفسها توفي الكليني أيضا، يعني سنة 329. والكافي الكليني كان قد كتبه قبل ذلك، يعني كتبه في زمان الغيبة الصغرى، لذا ما رواه ها هنا إنما هو إما في زمان الإمام العسكري أو في زمن الغيبة الصغرى هذا الحديث اللي تلوناه عليكم الحديث الأول الإمام العسكري سنتان قبل وفاته يخبر محمد ابن يخبر محمد ابن علي ابن بلال بأن الله سبحانه وتعالى قد رزقه الخلف أي سنتين قبل وفاة الإمام العسكري لأن إمامة الإمام العسكري في سنة (254) قد بدأت، وميلاد الإمام المهدي في سنة (255) يعني بعد مضي سنة من إمامة الإمام العسكري، واستشهاد الإمام العسكري في سنة (260) يعني حينما استشهد، كان عمر الإمام المهدي قد مضى منه خمس سنوات. وثلاث ايام قبل استشهاد الامام العسكري ايضا كتب رساله اخرى للتاكيد اخبره بالخلف من بعده الحديث الثاني عن ابي هاشم الجعفري داوود ابن القاسم من ذرية جعفر الطيار وكان جليل القادر من خلص أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري قلت لأبي محمد عليه السلام جلالتك تمنعني من مسألتك أنت عندك جلال وهيبة أرد أسألك سؤال بس أستحي من ذلك فتأذن لي أن أسألك فقال سل قلت يا سيدي هل لك ولد قال نعم فقلت فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال بالمدينة يسأل أنت عندك ولد؟ الإمام يقول نعم عندي ولد لكن الولد قد أخفيته زين أنت إمام إن حدث بك حدث يعني توفيت وين أسأل عن الإمام المهدي الإمام قال لأبي هاشم الجعفري بالمدينة، المدينة هنا إما يراد بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعله النواب في ذلك الزمان، النائب في ذلك الزمان، النائب الخاص، كان في المدينة تروح إلى النائب وتسأله عن الإمام المهدي. ويمكن ان يكون المراد بالمدينه مدينه سامراء يعني انت في المدينه اسال عن الامام تشوف من الباب تتصل بذلك الباب فهو يوصلك الى الامام المهدي اذا لك قابليه يوديك تشوف الامام المهدي واذا ما لك قابليه او في حاله تقيه او في اي جهه اخرى اسئلتك يوصلها الى الامام والامام يوصلها لك حديث اخر عن عمرو الاهوازي قال اراني ابو محمد ابنه وقال هذا صاحبكم من بعدي هذا عمرو الاهوازي يبدو انه كان من الخواص الامام العسكري اراه الامام المهدي وقال هذا هو الإمام من بعدي، هذا صاحبكم بعدي. حديث آخر عن حمدان القلانسي. قال: قلت للعمري: قد مضى أبو محمد، فقال لي: قد مضى ولكن قد خلف فيكم من رقبته مثله هذه، وأشار بيده. العمري هو عثمان بن سعيد أول السفراء والنواب الخاصين للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكان جليل القدر كما ذكرنا كان بابا للامام الجواد وايضا كان من اجلاء اصحاب الامام الهادي والعسكري وبعد ذلك الامام المهدي اختاره ليكون واسطه بينه وبين الشيعه في زمان الغيبه الصغرى. يقول ذهبت الى العمري حمدان القلانسي وقلت له قد مضى ابو محمد الامام العسكري قد توفي يعني سؤال انه زين الان منو الامام؟ نعتقد بمن؟ لان خبر ميلاد الامام المهدي كان قد اخفي عن غالب الناس الا الخواص فقال: قد مضى ولكن قد خلف فيكم من رقبته مثل هذه اشار الى رقبه نفسه يعني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كان عمره حين وفاة والده خمس سنوات، لكن نمو جسمه كان نمو جسم رجل كبير، أنت تشوفه أنه صبي، لكن صبي ذو جثة رجل، لذا يقول: قد خلف فيكم من رقبته مثل هذه. نشوف رقبتي رقبة رجل هذا مثل يضرب به فرقبته كهذه الرقبة يعني شكله وجسمه كجسم رجل وتبوء الطفل الصغير للإمامة ليس بمستغرب كما ذكرنا في أحاديث الإمام الجواد وقبل ذلك النبوة عيسى عليه الصلاة والسلام نبي وهو في المهد ويحيى وآتيناه الحكمة صبية وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب سنذكرها في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين